أعزائي مشاهدي منصة أبو كبير ميديا، معانا النهاردة من محافظة المنوفية قصة كفاح جديدة، قصة كفاح مميزة امتهنت مهنة الرجال أم محمود، وما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين بتصلح البوتاجاز. النهاردة هنتكلم معاها ونشوف هي هتعمل ايه في البوتاجاز اللي هي بتصلحه ده. ازيك يا أم محمود؟ الله يسعدك، الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله، نعم الحمد يا رب دايما يا حبيبتي. انت النهاردة هتعملي ايه في البوتاجاز؟ بغير الإشعاعات. بتغيري الإشعاعات؟ كده انا كده ركبت الإشعاعات بتاعي اللي هو الاولاني. الاولاني ده هتركبي بقى الخمسه؟ لا انا ركبت واحد، فاضل واحد كمان. يعني انت المفروض بتركبي اتنين. ما هما الثلاثه التانيين سوليه. يعني هي كانت المشكله كلها النهارده في الإشعاعات. والفونيا دي هتتغير بتاع العلم. هتغيري الفونيا؟ تمام، احنا معاكي مش هنعطلك. شوفي انت هتعملي ايه واحنا معاكي. ماشي. كده مطلعه روح البوتاجاز تقريبا. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، يعني ام محمود ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. طيب قولي لنا بقى، المهنه دي بالنسبه لك الناس استغربت في الاول كده لما لقيتك بتشتغلي حاجه زي كده، اصل دي حاجه جديده في المنوفيه هنا. يعني لا ده بس من زمان بقى انا معروفه، يعني بقى انت يعني بتشتغلي هنا من زمان. عارفين يعني هنا من زمان وكده. طب اول مره، يعني اول مره صلحتي فيها كانت فين؟ كانت واحدة ست في الشارع عندنا، يعني في البيت جنبنا هنا في البيت. كنت عملت لها مرة الغسالة العادية وبعدين البوتاجاز وكده، فواحدة قالت لواحدة وكده ومشيت العملية يعني. ربنا يقويك يا رب. الله يخليك. اتعلمت من مين؟ مش من حد والله. وربنا لما بيفتح على حد يعني عايز ييسر مع حاجة ربنا بيسهلها له. اتعلمت ازاي يعني تفتحي البوتاجاز ازاي الحاجات دي؟ ما هو قدامي الحاجة، يعني انا ايه يعني، يعني جه واحد عندك في البيت الاول كنت كان بيصلح وانت اتعلمتي منه ولا ايه بالظبط؟ صلحت ازاي؟ لا والله ده انا كده فكيت بوتاجاز وكنت شغاله في محل برضه، كنت بفك وبعمل فيه. اشتغلت في محل عشان كده بقى يعني كنت عارفه. اشتغلت في محل وكنت بفك البوتاجاز الجديده واظبطها واقفلها تاني لحد ما يعني عرفت بس. ربنا يقويك يا رب. الله يخليك. هتعملي ايه دلوقتي بقى؟ هغير الفونيا بقى بتاعت بتهبل دي بتاع العين دي. عشان عندي كانت بتهب. قولي عندك اولاد قد ايه؟ عندي ثلاثة ما شاء الله. بنتين و كنت بتواظبي بقى ما بين شغلك وما بين الدراسة والاولاد؟ والله كان يعني الصبح كنت بطلع اخر النهار وباباهم كان بيبقى قاعد معاهم ما بيجي من الشغل. والصبح انا بقى بعمل غدا وبتاع وحاجات من دي، واشوف شغلي بقى الصبح واطلع اخر النهار. يعني انت متعوده انك تطلعي اخر النهار بس في الشغل يعني؟ باباهم كان بيقعد معاهم وهما دلوقتي بقى الحمد لله اتجوزوا اكيد يعني. ما محمود اتجوز واسماء اتجوزت. فاضل معايا ياسمين بقى مخطوبه دي. ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليك. طب ايه المتعب في المهنه دي؟ يعني ايه اللي انت حسيتي ان هو متعب في المهنه دي؟ هي بس عايزه طول بال وصبر. يعني عايزه صبر، يعني مش الحاجه تتعملش مره واحده كده. عايزه صبر وتشوفي دي ايه ودي ايه عشان تعرفي تعملها مظبوطه، يعني لان اي غلطه يعني بتكلف. ان الغاز طبعا انت عارفه حضرتك الغاز صعب. عايز يعني يكون حاجه دقيقه يعني فيها دقيقه، يعني في نفس الوقت سمعه. يعني انت لو عملت حاجه كويسه عند حد يعني مظبطه حلو بتبقى مظبوطه وحلوه، يعني بتبقى حاجه كويسه. انت كده عرفتي جميع الاعطال اللي بتبقى في البوتاجازات؟ عارفاها كلها، يعني اي حاجه بعملها فيها. طب بتعرفي البوتاجازات الجديده دي بتبقى مختلفه عن البوتاجازات القديمه؟ في بوتاجازات جديده عادي ممكن كملي وانا معاكي. في بوتاجازات جايه طالعه جديده اللي هي البرشيمه دي. دي بقى ملهاش حل ان انك تفور المفور المسامير بقى بتاع الوش. ونغير فيها حاجات. لو فيها تسريب من جوه لازم نفور المسامير. عشان الحاجه اللي بتسرب ديت لازم تتظبط. لازم يتفك الوش زي ما انا فكيت ده دلوقتي. لو الوش ما اتفكش مش هنعرف نظبطه. ده انت ركبت له فونيا؟ ركبت له فونيا. اهي بس اكنها واطيه لتحت. فلما بتعلى بقى على البتاع بتبقى كويسه، يعني شايفه.
اه كده انت خلاص ركبت لها فونيا. كده ركبت لها الفونيا وعملت الاشعال الاولاني والاشعال الاولاني عملتها. اه خلينا نجربه كده. انت قلتي ان دي تاني مره تيجي للبوتاجاز، المره اللي فاتت انت عملتي فيه ايه بقى؟ المره اللي فاتت كان يوم اجازه وما كانش فيه محلات فاتحه. فجبت الحاجات النهارده وجيت اكمله. قولي لنا المكونات بقى اللي انت بتجيبيها. انت من شويه كنت بتقولي حاجه اسمها تيلا او حاجه للفونيا. انا جايبه سوست للاشعال. التيلا بتركب هنا. في تيلا بتركب تحت هنا اهي. اه دي القديمه. فالتيلا بتاعتها بتركب تحت هنا وفسوسته بتنحط وتيلا فوق عشان تبقى ماسكه ما بين الايه؟ الشاسيه ده. بتركب في الشاسيه ده. فالتيلا والسوسته بيبقوا ماسكين مع بعض، لازم الاثنين دول يبقوا موجودين. ولازم البطاريه تكون مظبوطه وشغاله وحلوه. ايه اهم الاعطال اللي بتقابلك بقى في البوتاجازات؟ يعني في اعطال بتبقى مشتركه زي مثلا العيون عايزه تتشال، الحاجات عايزه تتشال، ايه اكتر الاعطال اللي كانت صعبه بالنسبه لك؟ لا هو الصعب ان انت تشيلي محبس لو بوتاجاز زي ده، عشان تركبي له محبس لازم تفكوا كل الحاجات دي كلها. تفك الشيالات ديت وتفك المواسير. انت بتفك الحاجات دي برضه؟ اه بفك الحاجات دي واروح ركب المحبس واطلع ماسوره التوزيع دي بتيجي وتطلع واركب المحبس واظبطه كويس واجربه اشوف يعني بيلقط ولا لا، مظبوط ولا لا، وبعدين اقعده ثاني مكانه واروح مركبه المواسير دي واظبط برضه واشوف في تسريب ولا ايه واظبط. مظبوط خلاص، مش مظبوط بقى الثاني اللي انا عملته. فالحكايه دي عايزه صبر. قولي لي بقى، يعني احنا عايزين برضو نفهم يعني نقول للمشاهدين لما يكون البوتاجاز بيهبي بيبقى العيب في ايه؟ في فونيا، في ساعات بيبقى في وسخه في قلب المواسير. يعني حاجه واقعه في الماسوره، مكرونه، رز، حاجات موسخه الماسوره، حاجات نازله في قلب المواسير، ممكن دي تعمل هبه برضو. يعني لو كده لو وسخه في قلب المواسير بتعمل هبه برضو. لو الماسوره مضغوطه قوي او مقفول الهواء بتاعها، الهواء بتاع الماسورة برضو يعمل هباية، تعمل هباية. انما لو حاجة بسيطة، لو الفونيا بتهبب بتبقى باينة ان الفونيا بتتغير. طيب لو البوتاجاز بقى بيقيد ويطفي، يعني مثلا جه عليه وقت كده يقيد ويطفي، بتبقى المشكلة في ايه؟ في لو بيقيد ويطفي يبقى في حاجة، الغاز بيبقى مش نضيف اللي طالع من لو هو غاز عادي بتبقى في زيوت في قلب طالعة من الأنبوبة على المنظم على المواسير. فالزيوت دي بتعمل زي انسداد فيها، يقوم يقيد ويطفي وبعدين يعمل زي الشعلة اللي ايه اللي عمالة اللي هي على الفاضي دي كده مثلا. لا بيبقى فيه هوا بقى. هي لما بتبص تلاقيها تعملي وتلاقيها بتعمل كده بتقطع كده، بيبقى فيه هوا في المنظم بيتقفل. وهو لو طبيعي بقى عادي بنظبطه برضه، بنقفل الهوا بنعمل كده حاجات فيها. طيب بالنسبه للفرن بقى، لما يكون في مثلا اعطال في الفرن برضو بتعمليها؟ يعني الشوايه عايزه تتصلح حاجه دي؟ لو الشوايه قاعده بركبها، لو سقف البوتاجاز بيتاكل بنركب له سقف جديد وراكب، ولو الشوايه بايظه بركبها وراكبها بمسامير واظبطها كله، احط لها العازل الحراري اللي هو زي ده كده ونظبطها وتبقى جميله. العازل الحراري اللي هو ده العازل الحراري اللي بتحطه فوق ايه. اه في بقى في سقف اللي هو عليه العازل ده بيبقى متاكل مكان المسامير اللي هي ما في الشوايه. فبنروح جايبين مسامير بصامولة بورد ونروح مركبين من تحت لفوق بالورد والمسامير، تقوم ماسكه الايه الشوايه في قلب السقف. بتبقى حلوه يعني، بتبقى بتتظبط وترجع على عادتها الطبيعيه. بس ولو مفتاح المحبس بتاع الفرن بنغير المفتاح، مفتاح اي شو اي بتغير المفاتيح. ممكن المحابس دي بتتغير. والفونيا اللي ساعات بتتغير، في فونيا ساعات بتتكسر، وفي فونيا ساعات بتبقى مكتوبه بنفكها، وفي ساعات فونيا بتهبب برضه ممكن يكون فيها نمل. النمل بيعشش في قلب الحاجات دي. فممكن تكون، مش النمل ده بيموت مع النار؟ لا ما بيموتش، بيسكن في قلب الفونيا. انت عارفه النمل بيعشش في اي حته، بيسكن في قلب الفونيا وبيعمل هبابه. بص تلاقي الولعه طالعه زي الشعلله كده، يبقى فيها نمل احيانا، بيبقى فيها نمل من جوه. بتنضف الفونيا ديت وتتركب بتبقى تمام، بترجع زي الاول بالظبط. بس ربنا يقويك يا رب.
والله اعزائي المشاهدين بقى، لو اي حد عنده سؤال وحابب ان هو يسال ام محمود، عنده اي مشكله في البوتاجاز بتاعه وحابب ان هو يسال ام محمود، احنا معاكم هنا لحد ما يعني هي تخلص الشغل اللي هي بتعمله. ربنا يقويك يا رب يا ام محمود. الله يخليك الله يخليك. عندك بقى وسيله تنقل ولا بتمشي على رجليك؟ لا والله على رجلي. ربنا يقويك يا رب. دي بقى سريعه بس بس عايزه تيله بس. اللي هو الاشعال ده. التيله دي. كلمينا بقى عن الاسعار، اخبار الاسعار معاك ايه؟ والله الاسعار زادت قوي، يعني المحبس اللي كان ب 25 بقى ب 40 و 50 و 60 كمان. فالاسعار دي برضو يعني برضو بتاثر على بتأثر على الناس وبتأثر عليكي. بتأثر على الناس أسعارك بقى، يعني أنت برضو قلت لنا إن أنت ما بتحبيش تزودي على الناس فلوس كتير، فأسعارك مثلا بتبقى في حدود كام يعني؟ زادت عن الأول كتير ولا بحاجات بسيطة؟ لا هي حاجات بسيطة يعني، ممكن أعمل بوتاجاز زيادة وتاخد فيه 30 40 كده بس. ده أسعار رمزية جدا يعني، لما تصلحي بوتاجاز أو تعملي بوتاجاز وتاخدي فيه 20 أو 30 تقريبا، مش مبلغ أساسا. بس بقى ما باخدش زيادة عن كده يعني. لا ده احنا بنسمع ارقام يعني كبيره. لا 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 الناس يعني الناس تعبانه، يعني كل الناس تعبانه، هنعمل ايه بقى؟ يعني انت هتزودها على الناس فوق تعبهم؟ ما هو ربنا يسترها والله والناس تعدي على خير بس يا رب. ايه اللي في ايدك ده بقى؟ ده فونيا. دي فونيا؟ اه دي الفونيا بتاع البوتاجاز. دي فونيا البوتاجاز؟ اه دي شاريها جديده عشان اغير للبوتاجاز الفوني، لان الفونيا كانت بتحب. طيب في بيسأل بيقول البوتاجاز فيه تسريب من تحت. اه تسريب ده يبقى يكون ممكن يكون المحبس، ممكن يكون المحبس فيه حاجه بيصلح بايظ او يكون مش متربط كويس. المحبس بتاع الانبوبه؟ المحبس بتاع اللي هو الخرطوم تقصدي؟ لا المحبس بتاع الغاز نفسه. اه يعني التسريب من العين، من العين بتاع ولا فرفور؟ ما هي ما حددتش التسريب من العين ولا من الفرن، ما حددتش، قالت في تسريب من تحت وخلاص. التسريب ممكن يكون العيب من المحبس او من التظبيط بتاع الفرن. بس اكيد العيب من المحبس. يعني انت ما بتلاقي مشكله زي دي بتشوفي برضو العيب في ده، يعني انت بتشوفي بتجربي الاثنين. اه بشوف بقى تسريب بيبان على طول، لو من المحبس من قلب، لو من المحبس ذات نفسه بنجرب بصابون بميه. ما طيب يبقى تجربي بصابون بقى، اللي سأل السؤال ده يجرب بصابون بميه. اه صابون بميه. صابون بميه. اه وبعدين لو ايه اللي حصل؟ تشوف التسريب، لو في تسريب في المحبس بيتغير المحبس. تعرف ازاي اذا كان في تسريب ولا لا؟ لما تحط صابون بميه هينشف؟ لا بيعمل فقافق كده، بيطلع رغاوي كده زي البلوعه من العين. هي بتتكلم من العين، التسريب بيبقى من العين، من العين ذات نفسها، وما يبقى من المحبس. المحبس اصلا بيطلع على الفاضي. يبقى المحبس عايز يتغير او يتشحن او بس كده. ده انت عملت ال عملت الفونيا والاشعال وركبت التيله والسوسته للمحبس. ما شاء الله يعني ايدك خفيفه، يعني انت عملتي كل حاجه واحنا واقفين. ده احنا قلنا هنقعد نص ساعه. ما كملناش تقريبا ربع ساعه حتى وقت اللايف. عملتي فيهم ايه بقى؟ قلت لي ركبتي الاشعال اهو، وغيرت الفونيا بتاع العين دي، وركبت سوسته وتيله للاشعال التاني ده. ما شاء الله ربنا يقويك يا رب. زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين، احنا كنا النهارده مع الحاجه ام محمود اللي ما شاء الله يعني ايديها تلف في حرير. خلصت واحنا بنتكلم معاكم كده، ركبت الاشعال وخلصت شويه حاجات جميله جدا في البوتاجاز. وبعدين الاسعار بتاعتها يعني 20 جنيه و30 جنيه، انا مش مصدقه لحد دلوقتي ان دي اسعار لحد دلوقتي لسه متعامل بيها، بس هي بتقول ان هي خدت في البوتاجاز ده كده 30 جنيه. ربنا يقويها يا رب، ربنا يقويك يا ام محمود يا رب. قولي بقى نفسك في ام محمود. والله
ربنا يكتبها لكل مسلم يا رب. نفسي اروح عمره. هي نفسي الحاجه الوحيده اللي ربنا اللي نفسي فيها ربنا يحققها كل مسلم يا رب. اي حد بيحب يروح يزور المكان ده. اي حد يعني ربنا يقويك يا رب. طب انت ما واجهتيش في حياتك كده يعني حد يقول لا ده الرجاله هي اللي تصلح البوتاجازات، ست ايه احنا مش هنعتمد عليها في الاول، انتقادات؟ في ناس يقولوا لا يا واحده ست تعمل الحاجات ديت، لما بس لما شافوا شغلي بقوا اقتنعوا بيا يعني، ما قالوا لا ده احنا ما. وفي ناس بتستناني يعني، ممكن ما اروحش لحد يعني اعمل له شغل على طول، يستناني لما اروح. انت بتتاخري علينا وبرضه بنستناك يا ماما، حضرتك انا ما بحبش الشغل اللي انت. كانوا الاول الناس المعترضه حتى بقت خلاص موافقه ان انت تصلحي لانهم سمعوا عنك كلام كويس. ربنا يقويك يا محمود يا رب، انت بجد تستاهلي كل خير وربنا يوفقك يا رب. الله يبارك فيك، الله يخليك.